أهلا بكم. بينما كنت أقرأ موضوع إخباري عن القمة المناخية التي عقدت في غلاسكو، صادفت ثلاث كلمات إنجليزية وأردت أن أشاركها معكم. هذه الكلمات الثلاث هي draft, step up، كلمة ثالثة هي tackle، يعالج مشكلة ما. الفقرة التي صادفت فيها هذه الكلمات هي كالتالي: A new draft agreement at the COP26 climate summit in Glasgow has stepped up calls on governments to urgently tackle climate change. يعني مسودة اتفاق جديدة في قمة المناخ COP26 المنعقدة في غلاسكو كثفت الدعوات إلى الحكومات للتصدي بشكل عاجل لتغير المناخ. الكلمة الأولى draft تعني لديها الكثير من المعاني، من بينها مسودة، حوالة، سحب، كمبيالة، تيار هوائي، مخطط تمهيدي، كتيبة في الجيش، الخدمة العسكرية الإجبارية، اختيار أو من تقع عليهم القرعة، رياح عاتية، لكن كل ذلك لا يهمنا. المعنى الذي يهمنا هنا هو مسودة، المعنى الأول، وهي نسخة مكتوبة تقريبية لشيء ما، لكنها ليست في شكلها النهائي بعد. A rough written version of something that is not yet in its final form. Rough يعني تقريبية. انظروا لهذا المثال: The legislation is still in draft form. The legislation is still in draft form. التشريع لا يزال في شكل مسودة أو على شكل مسودة. الكلمة الثانية هي step up. Step up وتعني زيادة كمية شيء ما أو سرعته وما إلى ذلك. To increase the amount, speed, etc. of something. يعني يكثف. ترجمتها هنا بكثفة. He has stepped up his training to prepare for the race. كثف من تدريبه للتحضير للسباق. He has stepped up his training to prepare for the race. الكلمة الثالثة هي يعالج مشكلة ما. To tackle. يبذل جهود حازمة للتعامل مع مشكلة أو مهمة صعبة. To make determined efforts to deal with a problem or difficult task. فلننظر للمثال التالي: Police have launched an initiative to tackle rising crime. Police have launched an initiative to tackle rising crime. أطلقت الشرطة مبادرة لمعالجة مشكلة الإجرام الذي يزداد أو المتزايد rising crime. سأعيد قراءة الفقرة الأولى التي قرأتها والتي صادفت فيها هذه الكلمات. A new draft agreement at the COP26 climate summit in Glasgow has stepped up calls on governments to urgently tackle climate change. A new draft agreement at the COP26 climate summit in Glasgow has stepped up calls on governments to urgently tackle climate change. To urgently tackle, يعني لمعالجة هذا التغير المناخي بشكل عاجل. Urgently بشكل عاجل. شكرا لكم على المشاهدة وإلى درس لاحق. لا تنسوا الاشتراك في القناة إن لم تكونوا مشتركين بعد.